أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب أن التعاون الخليجي الموحد يمثل خيارا استراتيجيا لمملكة البحرين بقيادة جلالة ملك البلاد المعظم وعقيدة راسخة تتصل على نحو وثيق بالهوية الوطنية التي تمتد وشائجها بالأشقاء الخليجيين. جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعب البرلمانية برئاسة معاليها في أعمال الاجتماع الدوري 16 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في مسقط. وأكدت معاليها أن لقاء البرلمانات الخليجية يحمل دلالة واضحة وينم عن الإرادة الصادقة في مواصلة العمل لإنفاذ العزم المشترك والانفتاح على خطى يفرضها الواقع الراهن لدعم المشاريع الخليجية الموحدة. وقدمت معاليها عددا من المبادرات والتصورات في إطار التشاور بين رؤساء البرلمانات الخليجية داعية لوضعها على طاولة الحوار البناء للخروج برؤية تكاملية تخدم العمل المشترك. ونوهت معاليها إلى أهمية موائمة الآليات المعمول بها بالمستجدات والمتغيرات والتحديات المتصلة بكل مرحلة زمنية وظروفها، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب معها التفكير في إيجاد صيغة عمل أكثر فعالية للدور البرلماني الخليجي المشترك. وأكدت معاليها ضرورة الحرص على إبراز روح العمل البرلماني الخليجي المشترك وتوحيد المواقف حول مختلف القضايا والملفات ذات الاهتمام الواحد.